نخدمو مع الخدمة كون شاء الله واحد الوريضة بشرائط دي ستان لاحظتو دو على بركة الله. غادي نقطعو ستة الشرائط القياس ديالهم سبعة سنتيم و تمنية شرائط اخرين القياس ديالهم تسعة ديال سنتيم دو على بركة الله. نشدو هاد الشرائط الكبار غنشدوهم غنطويوهم من النص تيتو الرؤوس ديالهم ونقطعو بحال هكا شكل دائرة نصف دائرة نقدو ليهم سميتو بحال هكدا نفس الشيء كنديرو في هادي فهاد الشرائط لا بغيتو تعرفو كيتشراو بهاد الشكل هدا تقدري تشري بالعبار تقدري تشري بوبينة ولا الثمن ديالهم راه مغاليش يعني في المتناول هاد الوريضة تقدري تزيني بها كسيوات يعني بندوات تقدري ديرها في باندا هاد الحجر الصحي كنحاولو نديرو شي حاجة باش يعني نحيدو الملل بحال هكا غنمشي دابا ندير ليهم بحال هكا باش مني ونرجع معاكم تما قطعناهم على هاد الشكل هدا نرجع دابا غنجيو دابا نخدموهم نحتاجو خيط إبرة نديرو الخيط ديالنا في الإبرة نحاولو نديرو جوج خيوط هنا نعدل الكاميرا شوية بحال هكا غادي نشدو الشرائط ديالنا كيبقاو مطويين غادي ندخل الخيط بحال هكا نخرجوه في المنتصف نجيب واحدة أخرى نحطو بحال هكا نجيبو الأخرى نشتي في المنتصف شي كاع الضرر في الأقصى المنتصف يعني في عفوا خاطر خصو يكون في الأسفل ديالها بحال هكا تكون في لافان ديال البتلة زي يعني بتلة نخرجو هادو كنبقاو غاديين حتى كنكملو البسالات ديالنا في 3
الكاسه نكملو بثمانية ونرجعو حتو باش نكملهم دابا انايا هادو ورجع معاكم وكنكملوهم كنجبدو هاد الخيط وهادا كنجيبوه كنديرو القيدة هاهم نجيرو هاهم على الشكل هادا كتكون لينا واحد نحاولو نقدوها نساويوها من بزيادة تولي لينا غدا بحال هاد الشكل حاولي تساويوها قدوها تشبه لازم كيتعقدو نحاولو نقدوهم من بزيادهم نقطعو الخيط ونخليوه هنا باش نقادو هاد الاخرين وكيما شي بنفس الطريقة دابا ندخلو فيهم وحدة على الإضافة غادي نجيب عقيقة شي مشكلة كان بلون مغاير نجيب عاد تاني تكيبات لخرى نلصقوها ونقدو العقيقة ديالنا لصقتها نجيبو عقيقة حتى هي نديروها فيها نجيبو وحدة أخرى نبقاو غادي على نفس الطريقة حتى نكملو الوردة ديالنا في الخدمة الفرن نبقاو غادي على نفس المنوال حتى كنكملو هاد البدلة ديالنا
بعد ما كملناها دابا غادي نجي نجمعوها كما العاده كما درنا الاولى بشويه. عندي زر الخيط بهدوء نزيد نجمعها شويه مع العقيقات زيد شويه داك زيد شويه من الوش تجمع هذه نقطوها نقطو حتى هي حتى كيفاش كتجي نحطوها مزيان نجيبو هاد الخيط نحطوها في الوسط ديالها نحطو كيفاش كتجي مغاديش نكتافيو بهاد القدر اللي درنا هنا ونفينيوها دابا غادي نعمرو هاد الوسط بالعقيق العقيقات اللي كانوا الوريضة نقدر نلصقو فيها بندق في الظهر ديالها مثلا ولا في ليل يمكن عمرها بالعقيق حتى لو كان مكتبتش بلاصة خاوية كيفاش كتجي كتجي زوينه سهله في الخدمه يعني سهله في الانجاز انا نطلع هاد البتاله شويه نجي دابا نفينيوها تقدروا تخيطوا عليها بندق
تقدر تخيطو على باندا هنايا في الزول وتها ديرها وتلصقها في شعر ديال بنيتك. تقدري تزيني بها شي فريشي شي بيسان مثلا ديال بنيتك ديال شي اكسسوار. نتمنى تكون عجبتك الفكرة ديال اليوم وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في المرة الجاية. أقول لكم في أمان الله ومع السلامة مع فيديو جديد إن شاء الله.